جيتك باغي يا زين اللمة شباب اسماي شباب اسماي تنافس ودي معي أو ضدي بشهر الرحمة شباب اسمايل هلا يا الغالي لجيتك باغي يا زين اللمة شباب اسمايل شباب اسمايل تنافس ودي معي أو ضدي بشهر الرحمة شباب اسمايل نناقش فكرة ونبني البكرة وجو المتعة شباب اسمايل شباب اسمايل يا زين اللمة لجيت اقبالي هلا يا الغالي هلا يا الغالي نفيد ونسعد بنفس الموعد هلا يا الغالي شباب اسمايل هلا يا الغالي يا بندر الله يقعد بسك يا جن ذاك اليوم كرهت لا لا يا رجال وديكم مكان هناك المتحف حق النماص والله مره حلو اساسا منظره تخيل قصر اكبر من ذا قصر يا رجال رحت مره بيت تو جديد ما عرفنا نرقد يا رجال خلك لا هذه تمشي ونرجع ارجع انا اخاف من الجن يا عمي اصبر اتجي قصر فهمت القصر تخيل مطل على تهامه النماص ايوه قصر كذا مرتفع وعليه حافة يا لا احكي لك اخاف اخاف بعدين هناك عنده بنفس هذا هو زي المنتزه يسوي لك كبسة لا مجمع هو هناك ايه مجمع قصر ومتحف ونظام منتزه قاعد اخي بس ما استغلال لابها كثير والله شوف اللي قاهرني في امانة ابها سودة منتزه ترى يجونا من جميع دول الخليج الله يكرمك دورة المياه الله يخسهم الله يخسهم والله يوم رحت السودة قبل فترة إني تفشلت به دورات مياه الله لي يوريك يا الله خلاص اسمع عندي ركرة بس ما أخشك موضوع حزين هذا أنا بدندن وانت نشط نعم إنه أساسا يطلبون يقولون نبغى نسمع صوتك انت نشط نعم تراك أدمنتني على أنشودة سلام عليك سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن مثله وين السباب باقيين يجون خلنا نطهبل بأمه وجا خلنا نسوي مقلب نطيح واحد مسبح نغرب بني آدم خليه يموت نحن بس كنت مسبح تطور شوي ايوه صدق من فوق يعني من فوق السطح خذ يا طلع عمر انا اقول لك فكره يا جاي بيموت يا جيب لك كفر تلطل الشهاده يعني لك اجر اصبر ما يموت اقصد هاي دقه في الرفره الله العافيه ما اقصد احد يوم ابو سعد قاعد يستشهد ما ادري قاعد يسوي لا شعوريا قلت شاهدوه بلقنوه الشاهد انا موتت على ابراهيم وكل يوم جنبي زين ضاعي انا ادري انه مقلب والله واضح يا رب وشو هذا مسكين بجنبي مرتبك سامي قلت شو عندك قال بالله لقنوا الشهاده قل له اشهد ان لا اله الا الله ورايله قلت يا ولد هذا يقولون به ربو وهذا الحين سكرت الموت ما هو ربو انا هو اي ابشر ابشر شو يقول؟ انا ايش اللي جوالي وقفطيني تبي يا اخي كنا تاكين عند واحد من اخويانا ما معك شيء يا اخي والله ظالمينا كنا تاكين عند واحد من اخويانا حلو فحم يلا يلا وانت تعطيك الضربه ويا عقب قال لا انا خلاص خلصت ايش مالك فيها قال لا لا خلاص لكن كان تحدي كويس والله يجي ضحك البارح وقلبت الاداره علي عيال الذين والله يقلبوا علي انا تدري وش احلى شيء يوم عززوا لي قالوا ركز مع ابو سعد قلت حلو هنا الشو وحمود متحمس
خذ لايف منو؟ محمود. اي والله هو اصلا قلنا وش نبي نتفق حنا ما نبي شو اسمه سواء. اي انا اول ما جيتكم هنا بعد الفجر قلت خليني بمقلب الشباب، ثم جاك فيحان سوى انا الذيب، قال خليني بقول للشباب ان المتنازلين الجائزه رحمه. حلو. وما يدري ان السالفه اصلا المقلب في اخر سالفه. ثم شو قلت سمي حمود الهدي اعطاني نظره كذا، شفت اللي مستانس. اي مستانس. ثم قلت له ودر الاداره اعطاني نظره حطي. والله تحطي. والله تحطي. لا قلنا شوف اذا في ايفون شيء من الاخير لما نعطي خوينا حمود عشان خلاص نفتك من لا هذا جاوب هذا جاوب، قلنا بنحدد حمود اذا كان صحيح. استانس حمود قام يخمخمنا. الله يضحك عليكم البارح ضحك. بس والله هين البارح كل ما تسدحت مع جهه اي اوه بمدابج اللي برا. ليه ما اخذت شو اسمه دوام فلتري؟ شلون؟ فلتري؟ لا مو هو بكتمة. اقول لك كل مكان فيه الم. المفاصل. ايه. كل مكان. والله اقول اوف اوف لهالدرجة اوف كل واحد ماسك مع جهة يا الذين. والله ما سلم. بس كل هذا كوم مسكة العمود شيء ثاني. اي والله. لا يمسك العمود. لا يمسك العمود. أنا ما قاهر أنا اللي يضحك. ليته معصب واللقين كذا يعني خلاص. ما تقدرون. سلام ورحمة الله. أبو الزين. أبو سعد جابة. بك يترنم حبيبي المصطفى الهادي هدية ربنا الأكرام روضتك جلس نبضي فيك يترنم حبيبي المصطفى الهادي هدية. ترك دخلت وما سلمت. قلت كيف سامحك؟ لا ما سلمت. سامحوني. الله يهدي. أنا بس كنت خلى عشان ما قاطع. أبغاني نفس طريقته. لا الحين بعد ما سمعت من جلال ما سميت. قلبي ما سلمت. واو يشعروني لا تلوموني. لا 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 كذا لحنا والأمور كويسة والحمد لله أصبح. لا لا كذا لحنا القديمة. اعذروني فاض همي لا جاب لي شريحة باسمه ويصير اغيرها. اعذروني لا تلوموني بارشب لا عقب خلان الشداية كذا لحنا مسكون بال اغسلها ولا قص انا هزبلها بافتك مره ناجح يا عيد ميلادك. والله مستعجل قسم بتربي قص يا ان اللي بيك تغسلها الله يحييك كل نيلك يا ابو سعد كلنا جيت نوم اليوم عقب تعب البارح يتكلم عنها مو بالشرق الاوسط ما شاء الله يا حبيبي يتكلم عنها اوباما بكبره فن الساعه كم صحيت كذا شف اول ما بالعاده هنا ادخل اشيك على البرامج ما ادري وش اسمه تويتر ما ادري وش هو هالمره هذه شغلت الكيف سلام ترى سلام عليكم كلنا من اول سلام سوقوها يعني ابي انا ابي اشرب كذا كرمت ودخلت الدورات جميل ثم كذا شف سعد ايام رجعت طال عمرك لقيت الغرفه بارده شفت اللي الله يرفع قدرك شفت اللي داخل الغرفه يعني حبيب هات هات الفرنجي هات الفرنجي ممتاز اول ما دخلت على الفراش بواني نمت طيب وجهك محكوك وفز الان دهن اصبر وفز طال عمرك انا راضيتك جالس ظهر 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 الله يعفو صلي ما قلت خلني اريح شوي بس الا اذن العصر لا حول ولا قوه وش كان اليوم الله المستعان صلي العصر يا شنب ثم كذا
فوقه امسك الخط الساعه 6 وربع 6 وربع 6 حول الوقت اللاب لا حوشينا اليوم لا حول الوقت اللاب وانزل عند الوالده الله يطول بعمرها الطاعه افطر وياها ثم فوق شوي والله تسني مدروخ شوي بس شوي شوي عرفت وفوق ونوم الظاهر 48 8:30 48 كذا قم 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 اخلص الله يرحمك لاني دائما ابي اطلع قبل الزحمه والعالم حلو وفل شخمطه والله فل على ما صليت على ذا يا اوكي خذ على الله والامور طيبه وقلنا بخير الامور فل خلي خلي بس يجيب القهوه خلي بس يجيب القهوه هذا للشاه هذا الشاي ها ايه ودي واحد واحد يقصصها بس خلي يجيب الشاي خلي لا لازم لازم هو بنفسه من هو اللي جابها من اللي جابها لازم يزبطه يعني اكيد انه حتى اذا جبته يعني ممكن اني انا شخص اجيب بس ما اعرف اقطع وش المشكله لا ولا ولا نجتمع كان تخرج نقص سوا ترى نفس الطماطم ونفس الطماطم يا توميتوز حبيبين والله يا خالد الجنوب حركه والله حلوه من دونكم يا لا لا 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 يا الحب جودوا مغرم الوافي ليكم عودوا يا احباب عودوا كل امالي عليكم امالي عليكم خلصت ولا لا يا لا لا يا لا لا طيب سلمت ها لما دخلت سلمت ايوه قلت السلام عليكم يا لا لا يا لا بس انتم مشغولين بالقهوه الثانيه عليكم السلام صح ايوه ردوا على طول انا ترى الهيكم انا بالمسيد يا نصاب يا نصاب يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا ايش في شحن سكوتر انا عارف انك نسيت والله ما نسيت سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل انا عندي سكوتر كامل ابى شحن له بالله شوفوا والله عيوني الحمد لله بس تكفى ذكرني والله انا من النوع اللي ذكرني رحيلك مجلس باقر على احد لا مداهيل الرجال اللي تمسنا مواطيها هنا سليت سيف اليوف في الدارين من سليت هنا علقت رمح يطعن الجوزة مداهيل الرجال اللي تنوم سلام واطي الله اللي تبون انا بقصص سيف يوفي الثارين من سله هنا علقت رمح مرة معاهم مسوي الكيكه فاهم لا 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 صفقوا قصيت عشت الامير عندك الله لا والله عندك سلام الله خلاص عندك لا والله عندك سلمت انت عليكم السلام هنا ما ذيك هنا المدونه توجه هنا المدونه انا هنا بس انتم ما تبون تدور والله لا والله ملك الكابات انا تبع تبديع احمر ايش رصاصي تبع في القهوه والله كان انا توجه هذول ولا سلمت عشت عشت الشرطه شوشي عطني واحد غير السر عطني واحد غير السر طه هذا كان بيتر عطني واحد غير لا لا الفنجان ابو شرب بس القهوه ايوه انا من خلط كب عليهم انا بخير كثير لا والله ما حد عشت انا بيه محمود حجز جده وش صار عليه حج جدة وطيب يا ويلك اذا ما حجزت عيال بالله تشيلوا هم لا لا صحيح انت تشيلوا هم اكثر من الاداره مستحيل الواحد شوال على عادي بس بيحطوكم فندق ثاني يوم طيب يوم شالت همنا كم كيلو يعني لا 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 اذا انت مو تقدر تروح تقدر تروح على حسب سماجتك سلمان قطع بدال مساعد قطع سكين قطع بالله هذا اسمه تقطيع ايش تقطيع ولا عاصي متى طيع عشان ابغى شوف واحجز ايوه كذا سحب ما اشرب قهوه الا لما اشوف الموضوع لا تنزح ما والله صدق انا معها ابغى احجز لي من الرياض المكتب والجدة ومن جدة محلنا العودة حاول الحاي مو الرياض كيف يعني العودة متى الحاي عندك والله العظيم عندك ايش المحل ده تيجي مثلا لا 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 الربوع تروح يوم ال أي شيء واحدة كاملة لا نروح يوم الخميس جمعة أي محل ايش اسم المحل ايش المحل جمعة تحرر ممتاز اوكي اندرستاند مي متى اوكي كيف ما نشتغل انا باو
وابويا. طب وانت معايا مشكله نفس الطريقه كلمت انا اعرف واحد قال لي خلاص ابشر قال لي اخذ عموله بس قلت مساعد ما كان. اوه هشام اشتغل محل انا. لا يا قلبي ورب الكعبه معاي دوبها لقمت تعرف. معليش مع الفطور وكذا وذا معليش معليش ما حقدر والله اشتغل محل. جبت معك مناديل تبغى محمود ايش سالف. لا لا الإدارة شيء هشام اشتغل محل ما أحسن والله. شوف ليش قلت أنت؟ أنا قلت حجز على أساس الرحلة من الرحلة وكذا. وهقك حمود الناصر. والله حمود أشتغل وشغل الإدارة مع يا صغار عبد عسى كذا مساكت. لا والله أنا يا ولد بروح مكة ما زي كيكة. من مع القهوة اليوم؟ من الجميل اللي جاب الكيك الجميل. طبعاً زدتان وكذا. ما أجيب إلا شخص جميل. مين هو؟ شوف أجملهم. أنا. بس. لا لا بس ما جبت صبر مضاعف. الجمال مو بجمال الوجه ولا عشان ما جبت مره ثانيه. ماني جميل انا جمال الروح ما هات بعد من الشباب. الله الله يبيض جمال الروح ولا بعد جينا ترى سوا قاعد تسوي يوم تسوي حزين. اتعمدك يا هشام. طلال الله يبيض وجهك على الكيك. اتعمدك اتعبتني انا قلنا ابيض الله وجهك على الكيك يا وانا طفشت من الاناشيد. انا يا عمي الله يسعدك ترى بعض ما عندي بعد طلال. ترى انا بعض احيانا زي رجال رجال ولا شيء سووا نفس ما يجري عشان كنا وجاب. لا توضح الناس انه وجاب كني انا نسيت. مين اللي جايبها؟ ايوه مساعد والله ما ابغى اقول لك. الله يدعني ما عدمك تاج راسي. الله يدعني ما عدمك فعلا. مساعد بيحطها في غير هذا من الله يدعني ما عدمك. هذا اثاره قول لك تاج راسي حطنا نجيبها عرفت حبيبي. والله يا ابو سعد يعلني ما اصدمك يا معك تاج. يا ابوي رد علي والله انا قلت كمان وش يعني ما عدمك يا تاج راسي. ابو سعد يا هلا ومسهلا. تاج راسك شوف اللون. شوف هو يقول يا دعمك جايبها خلاص اتكلم. احنا اللون يدعني ما عدمك يعني ادعمك يعني الله لا يخليني منك يعني زي الله لا يخلينا كلنا يعني الله يطول عمرك. الله يخليك قدامي كاننا خليك قدامي طول العمر طول الدهر. كاننا والماء ما اتوقع انا كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم الماء. جمهور الاهل الحب جمهور اسماعيل. اي جمهور اسماعيل جمهور اسماعيل جمهور اسماعيل الله مجاني ومجانين الله مجانين جمهور اسماعيل هل مجانين مجانين يا ابوي ترى احنا تورطنا الحين كيك مو جوا انا. بص يمين بص شمال عارفين متى؟ قالوا مره لا تشيلهم عشان اقول لكم انا قايل لكم اللي الاداره ترى شايل همنا اكثر ما احنا شايلين همنا. قلت لهم في شباب يروحون. ايوه قال ابشروا ولا همكم حبيبي. اخر يوم اخر يوم شو اسمه مجهزين لنا معايا انت سليمان معايا سليمان معاك يا عمود اسلم اسلم مجهز لنا كداد يوديني من هنا لين هنا. كداد ابشر واحده كداد كداد ترى ما جانا يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا صاب. يعني المسبح دحين ولا ايش نظام؟ اقسم بالله العظيم اني رحت للاداره وكلمتهم وجبتوا لي الكلام انتم واخر شيء قالوا لا تدخل في امور الاداره. انتم كذا زعلتونا وخليتونا نزعل. احنا 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 انا ما اصدق. انا قال ليش تجي تسال؟ تقاوم ليش تجي تسال؟ لان في ناس يروحون معاكم. قلت قلتها لامه ما لقيت حاجه في ناس يبون يروحون معاكم. يا شيخ يا شيخ انا وديك لوزه ان شاء الله وديك انا وديك انا انقلهم يا شيخ المسبح بس لازم نمر على ابو تركي. لا ترى عدي المسبح طولتوا يا شباب. ما انا بالمسبح لا حق من الله يسامحك يا بندر. الله يسامحك يا بليتي ولا ما قدرتوا علي؟ ها؟ بليتي ولا ما قدرت؟ اسكت لا لا بسرعه عندي بسرعه انا عندي زلعه انا عندي خليك على جنبك. رايك انت شيطانك. اسمع قلتوا لي الكلام كذا بس متى تروح متى طيارتكم متى مش عارف طارت الطياره طارت والله طارت سالفه المسبح في مسبح وسليمان سليمان الطياره سليمان طارت الطياره. انا والله العظيم 20 انا والله العظيم 20 انا والله العظيم سلمى انا والله العظيم ايش السالفه ذي اللي انا والله العظيم يقول شيء سام انت حق الحكم حبيب قلبي منك والله ما ادري ايش جدولك انت قلت بتقول يوم الحين قلت يا ترى انت شاهي يا ترى حبيب انا الو حبيب انت ونادي يا اخي فكنا يا اخوي ايش والله الله يعطيك ما شاء الله شيء امسك عليه امسك عليه يا اخي حتى ما تبهدل بالراجع لهالدرجه ما تبون يروح معكم في يا اخي في عندي هشام. لا لا سامي سامي لا تخرب الوضع انا وياك رجال الخط يتعب مو تو عند ابو سعد جيب شلنا كلنا والله دندن اصبر اصبر سيارتي جاي ما كفاكم الجيب في جيب سياره ثانيه تجرب السياره والله
العظيم اللي يرجع كلامه. انا ابغى لك ابغى طيار، انا ابي طيار. انا ما ابغى ولا طيار خاص، بس فيليكس حقك معك الشباب. ابغى حق بيحان، حق بيحان من الرجال القديم. رجال ابغى قطعه غير خلاص. في حق شو اسمه هذا رجال من اليوم. انا والله عيوني له، والله عيوني له. كفو والله عيوني له. خلاص ابي طيار معك. من رجلك ابو 20 غلط. ابو على السنه يا شباب. شباب لا لا جد جد ابشركم ولا ضرس. الاداره مظبطه وضعنا الحمد لله. حجز لنا حجزوا لنا التذاكر في النقل الجماعي. ايه. كل 12 ساعه وانت في مكان. الله جاب والله. معليش يعني قلت لنا اول شيء احجزوا لنا الطياره كذا وبعدين كذبوك وبعدين تقول لنا يا جماعه بلا حسد الاداره حجزتنا طياره خاصه لو سمحتوا يعني. بلا حسد. والله طيب اثبتوا على كلمه. بالله ما قلت جماعه طياره يوم الربع. ابا قابلني ثلاثه اشخاص. ابا تعال على امري. تعال على امري وتدفع لي. ايه يا ابو تدفع لي باقي انت عشان بنوديكم رقم التاكسي. ما في تاكسي تودي يا رجال. لا 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 ابو سعد ترى هذا الانسان يكذب وتكمل الطق اللي مو صح. لا لا انا بروح يا ابو. انا ابو هذه تطير شبه يا رجال عشان الغيره. انت بعد لا انا مسلم خلاص. لا هذه تطير شبع عشان الغيره ولا هم حيزيد طياره خاصه ثلاث اشخاص. تقول روز رايز بوجيه. شوف بندر يقولها على طوله. نكسد يقولوا طوله. نفس انت شطيحي. نكسد شطيحي. وانا 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 كرلانة. وانا سليم. شباب وش تبغون؟ سحور. سحور انا اقول ذبيحه. لا لا على كيفك انا. لكن يا اخوي ما عندكم البيك ما ترى. بروح اجيب لك البيك بارد. الناس يبيعون. ايش يبغى؟ عالبيك. عالبيك في عالبيك عندكم؟ عالبيك خلاص. انا جبتك على البيك. انا بعلمكم ايش تبون. صراحه ممكن صدقين يا شباب ابعدونا عن الرز. انا عن نفسي ترى جايب اثنين بس، واحد لعيون بسعد وواحد لعيون. يا عيال حريجي فاضي يا يده ما ادري ايش. والله بالعيون حريجي يده فاضي. حسبته بيجيب ديانه. انا قلت له على الغير. كيف حالكم؟ مساعد بالله يطحس. هشام طيب ايش تبغوا سحور؟ هشام بيظبط وضع معك عشان ما يتمقلب في احنا. سحور انا اقول ترى ايش اقول يا ربع؟ ما اقدر علي البارح. لاك واخر رجلي. ايش تبغوا سحور؟ سحور صراحه شباب هذا ما ينفع. هذا للشيخ. هذا الحال قلت وش الحين؟ اعطيك هوا اعطيك هوا. هلا والله مسيت بالنور. كيف الحال والعلوم طيبين؟ ما ابغى انا ابغى تبعدون عن الرز. في كباب كباب سمك. انا بدي ربيان وسمك. ليه تقول ربيان؟ ربيان بدي تروي. قول ربيان. كباب كباب يجيب لك حرقان. هذا ويش؟ ذا ويش؟ امشي رز ما نبي. ايش يا بيها؟ من حقنا مالك. لا لا بس تقهوى يا الامير. بدنا انا عن نفسي يا اخوي انا سحور وقمبري. شباب انا عندي صراحه انا معي مواضيع. الموضوع يا شباب اللي ما جاوب على السحور يجاوب. ابغى خلاص ما حد اللي يجي فيها الخير وبركه. ايش تقول؟ انا اقول لحم يا ابوي. لحم وانت؟ لو سمحت سمك. سمك وانت؟ كباب يا سيدي. كباب ها وانت؟ اخلص اخوي كل شيء كل شيء. كباب وانت؟ مساعد تمد يدك وانت بسرعه. انا ابي اكل اخرته يا جماعه. كباب اكثر نبره. اهم شيء رز يا رب العالمين. لا اخذ اخذ شوي. لا والله ابو كريم ما يرد الكريم. شب علي والله. جايب اربع صحون. عطى انطلب حضنه خليه يتكلم عليك. انت الكرم موجود. كرم النعمه يعلمك كيف كيف تجيب الناس. سم ايه ابو سعد رديت انت مالك لك حضور. ترى متاخر عشانك يعني. يا الله وجهك يا حق. قوم حق ردك. ما يرد الكريم انا ماسك ثلاث حقوق من بدايه البرنامج. ما يرد الكريم الا اللئيم. الله حي حركه ذكيه. ترى ما رسيتوا الى دحين وما زال السؤال موجود. كباب يا رجال. خلاص كباب وكباب والله صح يا عيال. يعني اتفقنا انه بدون رز. اوكي لا رز والله الرز طيب. كل العام سحورهم رز رايس. دبوله نفر رز صاحب بلا صغير. كبسه لحم بلحم. والله كبسه لحم والله كبسه لحم يا كنترول. لا والله ما نبي تكرم. ما نبي رز كبسه لحم. لا يا ابوي رز. لا يا عيال والله ما كنا الا يمكن لحم الا اول مره. ادري كبسه لحم. ما قلت انا ما نبي لحم. انا من زمان لك الرز. انا الرز ما اكلته من يوم قبل يبدا رمضان. شباب انا عندي لكم فكره. انا اجي لكم يا رجال. ايش رايكم يوم من الايام نجيب العزبه
تطبخ ونطبخ السحور اللي تبون. والله فكرة، والله فكرة اللي تبون. يلا بس انا بجيب معاي سندوتش. يلا نجيب لنا تويسر صغير شوي. وربي بجيب معاي سندوتش احتياط. نطبخ ما نطبخ شوية حرب مدري طفى النور. والله انت ليش طيب مي بتلنبوبة كاملة؟ عندي الطبخ. طيب اسمع روح الطبخ عندي القهوة. اصب لكم محل الانبوبة وانا خليك تشرب قهوة. خليك تشرب قهوة ما عمرك شربتها في حياتك. احنا نسميها عند المطعم. هاي القهوة دي ايش بقى؟ هذه قهوة طبيعية. دبة غاز. دبة غاز. او الصوانة كلام صحيح. ليش ايش انواع القهوة؟ انا ذاك اليوم ذاك اليوم جابوا لي قهوة. والله كانها موية. ان هذا اللي يسمونه دافور بالصين. ظل يولع عليه. والراسل منهم. لا احنا نسوي قهوة على الجمر. عرفها؟ والله حق زي الشاي. والله في قهوة كذا مرة شفافة. الحطب مو جمر الحطب. لا على الجمر. يا اخوي على الجمر. بس قد شرب. لا مرة. هشام اشوف قاع القاع البيالة يعني طالع في هذا يعني. هشام. معناته اللي سواها لك ما كثر. شربت قهوة على الجمر؟ لا. والله ابد ما عمرك تشرب. جيب طيب خلاص سووا جيبوا جمر وجيبوا قهوه. انت كنت تعلمني شيء وانت ما تجيب. انا عن نفسي كفي الموضوع. انا شمال عزبه. انا عاد شمال عزبه امه. لا فارس ما كلمته. انا سكنت بفندق برضو 6 نجوم. هاد كم؟ منذ الصغر ولا الايام هذه؟ لا الايام ذي 6 نجوم؟ خمسة نجوم هذا برا ما في سلامات عشان الضغط تكلم من كشفه هذا اللي دبج يوم معليش اسف يا ولد خملي خمه اخر شيء الرجل يوم تروح يا بالله انت الظاهر انت ماسك جني والله يا سوالك دبل كيك وده الين هذا سوى دبل كيك الين انا رجعت ورا الين قبل المسبحه بثانيه والله رج هذا لا انا ما احب انا لا انا ما انا انا لا احد مساكني ما اسوي بس ابو سعد احاول زي السمكه فهمت كذا اخش من يسار انت اللي عدت تتحدى احد الا والله طيحتك يلا يلا يا اسمع ابو سعد ابو سعد والله يمدينا نشيلك انا يمدينا نشيلك موت ساي يلا اسمع تعورت ما ادري ايش قلنا يمكن رجع صح ولا بالله يا سلمان يلا نقدر طيب سلمان سلمان الليله سلمان الليله الليله نشيله الليله شوف اسمع اللي قلت تم زين يمسك شنبة مو زي السيد يلا وش اسوي انا مو انت وسعد عجزت دقيقه سامي 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 اللي قده يقول انا معك انا لا يصفق من بيت سلمان سامي انت وانا ما شفته اول واحد سامي مسوي معلق بس سلمان يلا من هنا شيل اربع تدري متى ضحكت انا اسمع ولا انا 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 ايش انت دقت من هنا من هنا من هنا لا من هنا انا الكهرباء تدري منو معلش 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 يلا مساعد يا قوي مساعد اجي طلع معنا لا لا والله خذك خذني 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 مساعد والله انكم رخوم والله انكم رخوم وانا قاعد اسوي توجيهات انا باذن الله حتى على سامي لدرجه اني ما عاد قدرت امسك يديني الليله سليمان تم طامر اللي معنا يقول تم اللي معنا تم تم واحد اكبر واحد كذاب لا ها اقول لك تم انا اللي بيشيلوا اليوم يعني استهبل انت غير قبلك ما بيها مالك كل لا 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 معليش يا شباب امس متوزي امس متوزي ذا ابى اقول شيء معليش معليش يا شباب قبل تتحدون او قبل اتكلم عن التحدي انا الموقف اللي عجبني في هذا ما عاد قدرت امسك يدي يطامر يا شباب تعرفون ماذا تقول شباب قاعد تضحك عليه مساعد وانا اجي انا ترافس انا مجرد توجيهات لكن انا اتمنى يا شباب دامكم الحين متفقين وتبون تتحدون انا الى الان ماني معهم لا خلي لا 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 والله ما نمت بعد يا صدري هشام هشام لا جاء الفجر ركبت والله اخوك والله هشام والله ما ينزل
بلوت هشام لا جاء الفجر ركبته توجع النكبه الليل ركبتك ما توجع لا بقول يا حاج صلي على النبي كيف طلعت لوزه قبل تتحدون قبل دقيقه ولا قطع وارد يا حبايبي من القهوه خلصت زين والله حفل لا بد يا سليمان والله جزتها معزم قبل تتحدون خلوكم قد كلامكم طب شوف الصوت لا تقعدون تزعقون هنا وتسوون اللي حبه ونص سامع احيانا يقول ترى هذا رجله واحد يقول هذا رجله سامي هذا رجله سامي هذا رجله سامي ثلاثة هذا يده من هنا سامي غط خدك ثلاثة سامي غط خدك مسخ بعد رهيب انا ماني معكم اليوم شوف بس ما طبقون يفسرون علي يرمون المسبح لا اصبروا تكفى يهايط والسناب يهايط ليه عشان ساكن معك في الغرفة لا يا حبيبي ما تقدرون عليه طلال فيحان ليش انتم ليش انتم البارح ما قدرتوا علي رحتوا للمسيكين اي والله ما تخافون الله ابو سعد حاول اسمع رد رد هذا فيلم في نفس الجريمة حق الجوال طيب رد يا حمود مسيكين على نيات انا اللي قايل له ابو سعد ابو سعد هذا لما اقتص منكم مقام باذن الله أنا شوف شوف ها هلا ابو سعد امس ما شاء الله او اسمع اسمع يعني اخذ لك او كف الحين او كف كف يا ابو سعد كف ولا غيره حبيبي اقتص منك اللي كف قرب 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 ابو سعد شوف انا بس لا بس لحظه ممكن سؤال ممكن سؤال اذا تعلق يده قطع انت عنده وقت وش اللي يغبنكم اكثر شيء امس تسوي كذا لا امس بس لا يضحك ما لازم اتحداكم وش اللي يضحك يا عيال يلا شدوا الليله هذا لون الليله نجيبه بالسلوب ما عليك ما هو على طول نبي نسوي فيك يا ابوي هاي بالمايك جذبه اقسم بالله انا ما فكيت كاي الا يوم حضرنا شو اسمه اظنها كذا اقول لك حاط رجوله كذا خلاص ما تقدر ايه لحظه تبون برضاي اليوم اسمع لا 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 تبون برضاي ولا تبون التحدي لا تحدي غصب طرق يعني انخرعت طيب خفت يعني انخرعت خلاص اولا اللي بيتحدى واللي تحدانا يا ويلو منا لا تكبر لا تكبر 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 لا روح تكبر يا مساعد تكبر روح تكبر وخر ملي تحدى انا ملي تحدى يا ركبتي ها ثلاثة في احد بيتحدى زود يا شباب خلاص لوزة شوف متردد لوزة افا ارفع يدك هالسما وانت سليمان يا ولد اربع احنا الحين اسمع يا سليمان مستفزعين فيك كمس عشان نقول ما نبغى السؤال على الجوال يا ابوي شوفوا انطببتوني والله تكفى انا ما مطبب بس انا معك ها الاداره والله انا شيء والله يا والله انها حتى يا انت عاد موجود عبد الله ثنيان نفس حجمه شوفوا تعامل معك والله في ناس بالاعداد يلا يمشوا اي والله ما شاء الله خوينا ذاك بندر مسوي ذي بندر معه بيطر من الطمع عليه بندر معه بندر اللي ما عارض من الطمع اسمع ذاك الثاني العيب يا ولد جيبه مشعور حق الصالح اعطيه واحده طيب خلاص ادب والله حاولت معه وديا امس وديا يا ما قدرت جن ابو سعد يا شباب انا ما والله طيب ما يا هاي اجري لو كلهم ركضوا انا باقي ما بستسلم ما بستسلم بس الصبح انت ما سويت شيء انا لوزه اقول لك رحت لا ترى هذا فيه مع ساعه وكبك ممكن يخدش عين حداكم تقدرون في المخرج ايش انما هذا حركات بندر. حركات بندر يبغى نقلب على عبد الله بس يا بندر ما قلب راكب داك يا بندر بندر حاول انك ما تجي الساعه والله خليك تنزل المويه ساعه عموما يا لوزه انا معاك يا بندر ترى في اكثر من طريقه نجيب خوينا اللي برا الاسود ذا وندخل عليه امس اضحك عليك يا فيحان تروح عنده تروح تركض تيجي عندك لا لا تكفى شوف هذه ابراهيم جايبه تعال يعني عشان يجي لمين خير يا جماعه تقول له والله احاول تدري ايش بنسوي انا جايب تونه اذا تعلق ولا شيء حط على راسي ها انا عندي والله اقتراح ايات مقلب ولا انت بتسوون انا اقول يفضل من قبل الشحوم
لا الحين يا اخي بعد الشحور يا الرابع والله يا الرابع والله انا اشوف كذا والله يا الله بعد الشحور اني وانا بجرح جسمي يا الربع انا شايف سنابات ابو سعد ماسك على الخط كذا ماخذ الوزير في واحد تحدى في السناب مين؟ ها؟ من يتحدى في السناب؟ ابراهيم شكله ابراهيم وش يقول؟ وش ابراهيم ما طببتوني ابراهيم؟ ابراهيم ايش سوى؟ ابراهيم والله هو ايش قال؟ قال انا امس ابراهيم لا لا بس ما طببتوني لا ما يعني شلون تحدى؟ استحقرنا يا ولد لا 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 هذا انا الحالي ما لكم كلمه ابراهيم ما طببوا ابو سعد اي اكيد والله ما لكم كلمه ابراهيم تدري وش قال؟ قالوا الشباب ما قدروا يطببوني وما ادري ايش مال هالرجالها قال مال هالرجالها قال لا لا اول شيء ابو سعد تبطون ايه ابو اول شيء ابو سعد ايه مو تطفشون مني ولا فضور شوفوا جل همكم ايه انتم طببتوه انتم طببتوه ايه ابراهيم على طول خشله لا لا انا تلاقيني والله فين كمان انا البث ولا بسرعه البث ولا ولا اشيلكوا فيها بث ولا بث طيب ثاني لا لا خلاص والله جاك والله ما جيت جاك ولا جيت لي يا عيال خلاص يا عيال روقوا ها عشت في عرسك العافيه على حماسكم والله زين وسال ومع ذلك يا تاج والله مسعد انا يلا اسمعوا من الان شوفوا منا تجون المقلب اسمع عشان ننوه يا عيال ون منت بليز اكسكيوز لا لا انا جبني بعيد خلاص المقلب اي وقت وانت جالس تسال الشيخ وانت ما ادري لا صعبه لا 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 والله الشيخ لا 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 اسمع انا سامح بعد ما يخلص الشيخ يشيل الكرسي أنا سامح لك تكفون تكفون ترى تكفون تنزل رجالي أنا أجلتنا One minute تدري أنا خفت من إيش أمس أنا سامح لك حتى والشيخ ماسك يدي ما عندي يا أبوي أمس كان في تدري دقيقة في درج طبعا إذا قدرت يا فيحان بس دقيقة قبل التحدي في درج أمس جنب المكان اللي هو كان ماسك والله خفت الناس كانوا واحنا بننزله لا سمح الله ممكن ايه صادق على الدرج يا ربع توقف الناس لا لا لو وقفت كده كويس المنطقه دي مره خطيره مو مشكلته عشان شباب نازل وباقي مليونين على توقف والله يبدأ الشهر والله ما قلت انت سامي والله انا كنت بس اتكلم من هنا شيل مش امس ضربت يده والله ضربت ترى بقوه ما ضربه لا والله ضربه اتعور وشوف هنا والله يا حبيبي اقول لك شوف السياره كل ما قلت كذا لا يا الربع وش ذا اليوم انت بتسوي زي كذا اذا قاومت اذا ايش اذا قاومت والله تبغى من هذا اذا قدرت ناخذ الاذن من الاداره وجه وجه ناخذ الاذن من الاداره نبي نحذفه مع المايك لان صعب نجي نقول نزل المايك بيفصل والله انا عندي لكم فكره ثانيه خلوا في يوم في يوم في يوم دقيقه في يوم مبهم اصلا غير موضح بكره بعد بكره الامر ما شاء الله تبارك الله وقت ثاني شيء في اتفاق مع الاداره ممكن نتقاطع المايك نفسه بالمايك لازم سياسيا ما ينفع هذا يترمي بالقوه مو كل شيء بالقوه ترى ان شاء الله مهلوك يعني فتحت الدول الاسلاميه كلها بعضها من الحين الربع الله بعد الشر بعد الشر اسلوب اسلوب تعال جيبه باسلوب على الحافه على الحافه كذا فشوفوا بس بدك بالعقل ولا نستخدم ابراهيم على اساس انه يجيب زي كذا خططت برنامج خطط قدامه احنا لابد احنا صراحه لما نسوي فيك مقلب ونبغاك يعني يا ليت قبل ما نسوي فيك المقلب احنا راح نعطيك خبر انك تفك المايك فارجو رجاء تام لما الشباب تستعصى معهم الامور انك تقوم تقول لو سمحتوا كذا وطب
ابيك الحين تنزل مايك وانا بدون مايك. انا حبيبي انا اطب المسبح متى ما ابي، ما حد يطبب لي غصب. لا غصب، لا لا مو غصب، وانت ما تدري حطب زين. هنا الكلام والله من جد، هو مو حيجي على حافه المسبح، مو حيجي على الحافه. حطوا في بالكم يا شباب، استنوني والله كذا. شوفوا يا شباب لكم كدا. مو الى 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 يوم 19 لكم، الى يوم العيد سامح لكم. لا يا شيخ زين. يوم العيد ان شاء الله ماك. لا لا يجي عندنا بحر جدة يا ابو. السلام عليكم. وعليكم السلام. والامور كويسه يوم العيد. عموما يا سليمان الله يبيض وجهك. احنا عندنا سليمان الجبر العين الله يبيض. يا رجال الجبر جيت بجنبه ما في الا هذاك. حط التونه على حضره من ايدك يا قلبي، خليه يخرب كل هذا كوم. وانا اشوف وجه سليمان يوم مسكت العمود وناظر فيه، يلا يا ابو شباب وناظر فيه يضحك. آه لا لا المشكلة سامي معلق زين اقسم بالله. يا هلا يا المقدم. شوف يقول انت من قبل يا فرحان، يقول هذا رجله هذا رجله يلا يلا هذا رجله. لا والله يؤشر عليه. طيب انت امسك رجله فرحان معي. لا شوف اللي ملزم في حال غربه. اي هذا خلاص خلاص خلوه خلوه في حال عقب ضربه. اه ضربه جميله عقب ضربتك راح داخل خمسه مره وجانا والله العظيم. برد على ما ادري ايش عذره كنت ضربه. يا رب الزبده لا تلعب تتحدون الزبده. عاد ما تحدينا ثاني مره زين. حاول لا تضربنا يعني، حاول تفلت مو تضرب كذا. اي مو قال اني انا مسكتك كذا زين. امسك انا امسك علي ثمانية. والله سوى اللي في حان كذا مقص بريش الاكل. والله يا فيحان جواري يقول بالمسبح. عرفت حركه بريسلي ايهو اضربتين ورا بعض اغتيله معه والزبن ما عاد شفته. يلا فيحان بعد كذا خلاص صار يضلح في الشوارع راح يحاول يكلم حبته.